السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة يا جماعة عن خياطة الستاير، بس انا طبعا مش هخيطها لان ما عنديش مكنة، فانا هوديها للترزي هيخيطها على المكنة. وبس انا حبيت ان انا اقول لكم برضو اوريكم هي الشريط بيتركب ازاي، وملاحظات كده برضو تاخدوا بالكم منها لو انتم مثلا عندكم مكنه في البيت وحابين ان انتم تركبوا شريط الستاره بنفسكم. طبعا ده الشريط الستاره بتاعي زي ما انتم شايفين، فيه البلاستيكه دي كده زي ما انتم شايفينها كده، دي بتبقى في اول الشريط وبرضو بتكون في اخره. انا هنا القماش بتاعي هو اتبتني كده حوالي يعني ايه 2 سنتي ولا يعني 2 سنتي كده ولا حاجه، وبعد كده بحط الشريط بتاعي فوق التانيه دي كده، يا اما بتني الثانيه الاول وبعد كده بحط الشريط. بعد كده بقى بتمشي بالمكنه كده على الشريط، بس طبعا لازم تشد الشريط كويس قوي علشان القماش ما يكرمش من تحت الشريط، ويبقى شكل الستاره شكلها مش حلو. طبعا هو بيخيط من فوق من هنا كده، وبعد كده بيرجع تاني يخيط الشريط من تحت كده. هو ده بس تركيب الشريط بتاع الستاره، يعني هو بس يعني اهم حاجه ان هو يكون مشدود كويس. وتاخدوا بالكم برضو لو الشريط في البلاستيكه زي دي كده لازم تبقى موجوده في اول الشريط وفي اخر الشريط زي ما قلت لكم قبل كده، ان طبعا لو كانت موجوده من ناحيه واحده بس والناحيه الثانيه مش موجوده، طبعا الشكل هيختلف تماما في شكل الستاره، فبالتالي مش هتدي شكل حلو. فعشان كده بقول لكم تاخدوا بالكم من الحته ديت. دلوقتي بقى انا هودي الستاره ديت عند الترزي هيخيطها لي على المكنه، وبعد كده هوريها لكم وهنفرغ الحلقات دي مع بعض، وهوريكم شكل الستاره في الاخر هيبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده ده شكل الستاره بعد ما ركبت لها الشريط بتاع الستاره. طبعا وديته عند الترزي عشان يعملوا لي على المكنه عشان يخلوه لي مظبوط اكتر. زي ما انتم شايفين كده شكله حلو جدا ومظبوط زي ما انا كنت عايزه اهوت، وكمان من ورا زي ما انتم شايفين اهوت من ورا الخياطه كمان مظبوطه والشريط مشدود وشكله جميل زي ما انتم شايفين اهوت. دلوقتي بقى انا عايزه ابدا ان انا اعمل الخطوه اللي بعد كده، وهي ان انا اخرم الحلقات بتاعه الشريط بتاع الستاير. معايا هنا مقص زي ما انتم شايفين، وهبدا بقى ان انا اخرم كده يعني اعمل خرم كده صغير، وابدا بقى ان انا امشي كده بالمقص افرغ الجزء اللي ايه اللي في النص ده زي ما انتم شايفين كده معايا بطريقه سهله جدا وبسيطه. زي ما انتم شايفين كده اهو اجرب كده اشوف اركب الحلقه زي ما انتم شايفين اهو الحلقه اتركبت في منتهى البساطه زي ما انتم شايفين اهو. زي ما انتم شايفين ده برضو القماش شيفون بعد ما ركبت له الشريط. بجد برضو فعلا شكله جميل جدا ومظبوط، وزي ما انتم شايفين الشريط مشدود وشكله حلو زي ما كنت عايزه بالظبط. دلوقتي بقى هعمل الخطوه اللي بعد كده، برضو هفرغ الشريط بتاع الستاره. معايا هنا مقص، هبدا بقى ان انا برضو اقص كده بالراحه خرم كده صغير، وابدا بقى ان انا الف بالمقص كده اخد دايره كده دايره كده افرغها زي ما انتم شايفين معايا اهو. هبدأ بقى اركب الاكسسوار بتاعه الحلقه دي كده، هركبها كده وهقفل عليها بالبلاستيكه دي كده. زي ما انتم شايفين اهي في منتهى السهوله والبساطه، يعني حاجه سهله مش صعبه يا جماعه، اي حد ممكن هو يقدر ان هو يعمل الخطوه ديت. يعني الستاير عملناها بمنتهى البساطه، يا دوبك بس وديناها عند الترزي خيطها لنا، عشان طبعا ما ينفعش نعملها على ايدينا عشان تبقى مظبوطه. وشايفين الشكل في الاخر زي ما شايفين برضو اهوت. هنبدا بقى ان احنا نفرغ كده بالراحه، بنخرم خرم صغير كده من الجنب، ونبدا بقى نلف كده احنا ماشيين كده اهو.
خدوا بالكم بقى طبعا القماش الشيفون بيبقى يعني ايه حساس شوية، ايدك تفلت مثلا تحت الشريط ولا حاجة يبقى تاخدي بالك برضو. وسيبي برضو مسافة يعني حبة كده صغيرين. شايفين معايا اهو، تمام شايفين اهي. وده شكل الشريط بعد ما فرغت الحلقات زي ما انتم شايفين كده، بجد ما شاء الله جميل جدا. كده انا خلصت الستارة، ان شاء الله باذن الله انتظروني الفيديو الجاي وهتشوفوا معايا شكل الستارة النهائي. اشكركم واشوفكم على خير، والسلام عليكم.